السلام عليكم يا جماعة. هذا الدعاء له تأثير غير طبيعي، تأثير خيالي جدا على القلب. يعني لما تقوله بيقين وتعرف معانيه وتفاصيله، مو تقوله بس كذا كنص عادي، لا، الله سبحانه وتعالى يبدل الهم والحزن اللي في قلبك إلى فرح. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه كذا، وكان في واحد منهم واضح إنه مهموم وحزين، واضح في عيونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف احفظ الحديث هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا من هم ولا حزن ثم قال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. شوف كيف أنت تتذلل الله سبحانه وتعالى وتعترف أن ما لأحد فضل إلا الله سبحانه وتعالى عليك، وحاجتك كلها لله سبحانه وتعالى. ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فالصحابة تحس أن جاء هذا الحديث كذا في مكان حساس، كل إنسان عنده هم. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. يتعلمهن مو بس يحفظها ويقولها زي أي نص ثاني، لا، يتعلمها ويتعلم معانيها ويعرف إيش يقول بيقين. يعني لما تقول اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، فيها تذلل لله سبحانه وتعالى، لأن العبد ما له سوى سيده، مالك سوى الله سبحانه وتعالى اللي هو الملك المتصرف في جميع شؤونك، مالك أي تحكم في حياتك إلا بأذن الله سبحانه وتعالى. فأنت تذلل الله سبحانه وتعالى بعبوديتك، تقول بعدين: ماض في حكمك، عدل في قضاءك. تؤمن وترضى بأن الله سبحانه وتعالى الحكم والقضاء اللي قضاه عليك مقدر بعدل، الله سبحانه وتعالى ما راح يظلمك. فالله يساعدك أنه يجعل القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهاب همك وغمك. لازم نحفظ الحديث هذا عشان الله سبحانه وتعالى يساعدنا على نسعة أنفسنا في حياتنا.